أهلا بكم مشاهدينا. مرض وجه الفقر. يقول الخبراء أن مرض نومة لم يتم التعرف عليه من قبل مجتمع الصحة العالمي الأوسع، ولأنه نادر للغاية ولا يعرف عنه سوى القليل، وهي عدوى غرغرينية نادرة تأكل لحم وعظام الوجه. ما هذا المرض وكيف ينتشر؟ تفاصيل أكثر سنعرضها الآن لحضراتكم من خلال هذه التغطية. لقد بدأ الأمر بالملاريا، أو على الأقل هذا ما اعتقده أجدادها، ولكن كانت هناك عدوى ملتوية أخرى كامنة تحت سطح جلدها وداخل فمها. فقد كانت موليكات أوكلانن طفلة تبلغ من العمر 6 أو 7 سنوات فقط عندما أصيبت بآكلة الفم، وهي عدوى غرغرينية نادرة تأكل لحم وعظام وجهها. ومقارنة بالآخرين الذين يصابون بنومة، كانت ملكات محظوظة حيث يؤدي دائما إلى الموت. أولئك الذين نجوا يعانون من تشوه كبير في الوجه يتطلب جراحة تجميلية وترميم متكرر لإصلاحه، ولهذا السبب يطلق بعض العاملين في مجال الصحة العالمية على نومة اسم وجه الفقر. وعلى الرغم من الندوب، يقول الخبراء أن مرض نومة لم يتم التعرف عليه من قبل مجتمع الصحة العالمي الأوسع لأنه نادر للغاية ولا يعرف عنه سوى القليل. ولكن الآن تمت إضافة مرض آكلة الفم إلى قائمة منظمة الصحة العالمية للأمراض المدارية المهملة، والأمر الذي من شأنه أن يجذب هذا المرض مزيداً من الاهتمام أكثر من أي وقت مضى. ويقول الدكتور مارك المستشار الصحي لدى منظمة أطباء بلا حدود والذي يشرف على عمليات مكافحة نومة في نيجيريا، دخول المرض إلى القائمة يعد إنجازاً كبيراً. أيضاً بحسب تقرير نشرته صحيفة NPR الأمريكية، يأتي اسم نومة من الكلمات اليونانية التي تعني التهام. وعلى الرغم من تسجيل حالات نومة منذ أكثر من 1000 عام، ألا أننا من القرن 21 ما زلنا لا نعرف الكثير عنه، حيث يعرف الباحثون أن نومة يؤثر في المقام الأول على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 2 إلى 6 سنوات في المناطق التي تعاني من الفقر المدقع مثل أجزاء من إفريقيا وأسيا. وإذ تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 90 من المرضى يموتون إذا لم يتلقوا العلاج المناسب. ولأسباب لا يفهمها الأطباء بعد، تبدأ البكتيريا الموجودة في الفم في أكل اللحم والعظام. وبهذا الشأن تقول الدكتورة ليلى سرور طبيبة الأطفال والتي تعمل مع منظمة هيلث فرونتيرز في لاوس لمكافحة نومة، يبدو الأمر كما لو أن هذا الجزء من الجسم يموت، فهي عدوى غرغرينية وينتشر المرض عبر الأنسجة الرخوة ومن خلال الأنسجة الصلبة ويحدث ثقبا، ولأنها عدوى يمكن أن تصل إلى مجرى الدم، ربما هذه الطريقة التي يموت بها هؤلاء الأطفال. أيضاً الأمر لا يقتصر على أننا لا نعرف بالضبط أسباب نومة، بل لا نعرف أيضاً عدد الأطفال الذين يصابون به. قالت الدكتورة ليلى سرور أن النوم هو مؤشر بيولوجي للفقر المدقع، فهؤلاء الأطفال يولدون في أغلب الأحيان في أماكن لم يتم تسجيل ولادتهم فيها، ولا يتم تسجيل وفاتهم أيضاً. وما نعرفه يعتمد على بيانات من أولئك الذين وصلوا إلى المستشفى أو من خلال البحث عن ناجين في أماكن نائية. وآخر مرة قدمت فيها منظمة الصحة العالمية تقديراً كانت في عام 1998، وسجلت 140 حالة وفاة جديدة ولم يكن هناك تحديث منذ ذلك الحين. وتعتبر تجربة ملكات مثالاً واضحاً على كيف يمكن أن يؤدي نقص الموارد الأساسية إلى عواقب وخيمة. فليس لديها شهادة ميلاد في القرية النيجيرية التي ولدت فيها، ولم يتم تسجيل الولادات، لذا فهي لا تعرف بالضبط كم عمرها الآن. وعلى الرغم من أن زملائها في منظمة أطباء بلا حدود يعتقدون أن عمرها حوالي 38 عاماً، حيث كانت تعاني أيضاً من سوء التغذية عندما كانت طفلة، وتقول الطعام الذي كانوا يقدمونه لها في القرية لم يكن هناك ما يكفي من البروتين، ويمكنك رؤية أثار الذباب في كل مكان حول الطعام،
ولقد سمحت الظروف التي مرت بها ملكات لنشوء مرض نومة، وهي عدوى انتهازية تهدد الحياة. فإذا كان لديها طعام أفضل أو تمكنت من رؤية الطبيب عندما مرضت لأول مرة، فمن المحتمل أنها لم تكن تعاني من المصير التي تعاني منه الآن. أما مشاهدينا عن كيفية علاج نومة، يمكنك علاج نومة بنجاح في مراحله المبكرة بالمضادات الحيوية الروتينية والمتاحة على نطاق واسع، حيث يمكن لأي نظام رعاية صحية أساسي لديه معرفة بأكلة الفم أن يعالج المرض بسهولة. ولكن هنا تكمن المشكلة، فذلك المرض يتواجد في أماكن لا تستطيع الوصول إلى هذا المستوى الأساسي من الرعاية. وبالنسبة للمرضى في المجتمعات النائية، غالباً ما تكون المستشفيات التي يمكنها تشخيص هذا المرض وعلاجه بعيدة. ولسوء الحظ وبحلول الوقت الذي تدرك فيها الأسر أن الطفل المصاب يحتاج إلى رعاية طبية، قد يكون الوقت قد فات بالفعل. هؤلاء الأطفال القلائل الذين يبقون على قيد الحياة يصابون بهذا التشوه والخلل الوظيفي، وقد يواجهون صعوبة كبيرة في الأكل والتحدث. لذلك يتعين على هؤلاء الناجين عادة الخضوع لنوبات متكررة من الجراحة لإعادة بناء العظام والأنسجة في وجوههم. وأما عن إحدى المشاكل الرئيسية في مكافحة مرض نومة، هي الاعتراف به من قبل المتخصصين الدوليين في أمراض المناطق المدارية المهملة. ولسوء الحظ يقول شيرلوك أن المجتمع الدولي لم يولي قط اهتماماً كبيراً لمرض نومة أو حتى علم بوجوده. ولم أسمع قط عن مرض نومة حتى التقيت للمرة الأولى بإثنين من الناجين في السودان. وعلى الرغم من أنني حصلت على تعليم متميز للغاية في المملكة المتحدة، ألا إنني لم أكن على علم أو معرفة على الإطلاق بهذا المرض. أيضاً يقول شيرلوك أن الأهداف الرئيسية التالية هي الحصول على تقديرات دقيقة لعدد الأشخاص المصابين بأكلة الفم، ومعرفة الأسباب الدقيقة للمرض. ومن هنا يأمل أن يتم إدراج القضاء على مرض نومة كهدف في أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الصحة العالمية، لأن وجود مرض نومة مؤشر على الفقر المضجع وعدم إمكانية الوصول إلى الموارد الصحية في المجتمع. مشاهدينا، إلى هنا تكون انتهت تغطيتنا. نشكر حضراتكم على طيب المتابعة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقع صدى البلد. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.